اليوم هو يوم انطلاق أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها العادية 77. هناك مجموعة كبيرة من الملفات المرتبطة بالمناخ، بالاقتصاد، بالإمدادات الغذائية، وأيضا بنزاعات سياسية، وأيضا صراعات أمنية على سبيل المثال موضوع أوكرانيا. سنتوقف مع زميلي رضا بوشفرة للوقوف عند أبرز الملفات التي سيتم بحثها اليوم. رضا، مرحبا بك، هل لك أن تطلعنا من فضلك على ما هي العناوين التي تراها الأكثر إثارة والتي يمكن أن يتم التطرق إليها اليوم؟ نعم، بكل تأكيد جو، طبعا نصف ساعة تفصلنا على بدء الأسبوع رفيع المستوى للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة. أول متدخلين سيكون الرئيس البرازيلي جائير بولسينارو، أيضا من المتوقع عدة زعماء بارزين أبرزهم ملك الأردن الملك عبد الله الثاني، أيضا الرئيس التركي أردوغان، أيضا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمير قطر، ورئيس الحكومة المغربي عبد العزيز أخنوش. بخصوص أهم الأحداث التي ستجرى اليوم، ستكون هناك ستنطلق بالأحرى قمة الغذاء الأمن الغذائي. سيترأس الاجتماع أنتوني بلينكين في البداية على أن يلتحق به الرئيس الأمريكي في الفترة المسائية جو بايدن، حيث أنه كان من المقرر أن يلقي كلمة اليوم أمام الجمعية العامة، لكن بسبب ارتباطاته بجنازة الملكة إليزابيث الثانية فتأخر وسيلقي خطابه غدا، لكن سيحضر اليوم في الفترة المسائية قمة الأمن الغذائي. جو، كما تعلم هناك عدة اجتماعات جانبية على هامش طبعا الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة. صحيح. مثلا سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برئيس الحكومة الإسرائيلية إسرائيلي مائير لابيد، وهو لقاء جاء بعد سلسلة من تطبيع العلاقات الإسرائيلية التركية التي شهدت تذبذبا كبيرا في الأشهر والسنوات الماضية. أيضا في الأيام المقبلة هناك لقاء قمة حول الطاقة، ويوم الخميس اجتماع لمجلس الأمن مهم جدا بشأن أوكرانيا على مستوى وزراء الخارجية دول مجلس الأمن. الكل ينتظر حضور سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنطوني بلينكين. هذا باختصار، سنواكبكم بأدق التفاصيل مع تغطيتنا المتواصلة جو. طبعا رضا، شكرا. الجميع يعلم بأن ثمة لقاءات سياسية ذات أهمية عالية ستحصل بشكل هامشي، كما ذكرت اللقاء بين الرئيس التركي أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد. سأتحول إلى مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لاري كورب من واشنطن. سيد كورب، أولا شكرا لانضمامك إلينا في هذه النافذة. دعني أتوقف عند رمزية لقاء الرئيس التركي برئيس الوزراء الإسرائيلي، أو بمعنى آخر، ما هي أهمية التقارب الإسرائيلي التركي من نواحي سياسية، وأيضا بنواحي ترتبط بإمدادات الطاقة والغاز بين إسرائيل وأوروبا؟ ما هي قراءتك لذلك؟ أظن أن هذا أمرا من الأهمية بمكان، لأن الرئيس أردوغان يلعب دورا محاولا ليفاوض ليصل إلى حل للحرب في أوكرانيا. هو عضو من حلف شمال الأطلسي الناتو، ولكنه عنده علاقات جد قوية مع دول أخرى ليست بأعضاء في الحلف، ومن خلال العمل مع إسرائيل والاتفاقية الإبراهيمية بأن يعزز العلاقات ما بين إسرائيل والدول المسلمة الأخرى التي لم تكن موجودة سابقا.
سيد كورب، كما تعلم هناك الكثير من المواضيع ذات أهمية عالية، مسألة المناخ، مسألة الاقتصاد، التضخم الذي يضرب دول العالم كلها، مسألة وصول الطاقة إلى أوروبا بعد انقطاع العلاقات مع موسكو. كل ذلك يلقي بثقله، فضلا عن مسألة إمدادات الغذاء أيضا. هل برأيك هذه الجمعية العمومية بدورتها العادية يمكن أن تحقق اختراقا ما في أي من المواضيع؟ أظن أنه من المهم المحاولة، وسواء تمكنوا من الأمر أم لا هو يصعب الآن علينا قراءة الأمر، ولكن لا يتوجب عليهم أن يلعبوا دورا سياسيا مثل ذهاب أردوغان إلى موسكو، ولكن هم موجودون الآن ومجتمعون سويا، وبالطبع وبرؤية ما هو حاصل الآن مع التغير المناخي، فإذا ما نظرنا ما هو حاصل في باكستان على سبيل المثال، أظن أنها فرصة لجميع الدول لتتحدث، والصين أيضا يجب أن تكون خارطة في الأمر في أي أمر منوط بالتغير المناخي، وعلى بايدن أن يكون صريحا، فالكثير من الناس في الولايات المتحدة لا يدعمون موضوع دعم تقليل وطأة التغير المناخي لأنهم يودون الاستمرار باستخدام الوقود الأحفوري. الأمر المهم أنهم مجتمعون تحت سقف واحد، ولربما يستطيع الجميع أن يتحدث فيما بعضهم مثل الأمريكيين مع الأتراك وغيرهم ومع الأوكرانيين بالطبع وغيرهم من الأطراف. وعلينا أن نتذكر الأمر المهم أن أردوغان تمكن من تمكين صفقة إيصال الحبوب إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، والذي واجه المجاعة الحاصلة بسبب أو جراء الحرب في أوكرانيا. وأظن أنهم سيتمكنون من الوصول إلى شيء ما حول استخدام الكهرباء بينما الشتاء يقرع أبوابنا. لذلك هذه نقطة مهمة لاري كورب، أريد أن أسألك عنها. في الواقع مسألة إمدادات الغاز والطاقة إلى أوروبا، ما الدور الذي يمكن أن تؤديه الأمم المتحدة؟ وأيضا هل يمكن للولايات المتحدة بإدارة الرئيس جو بايدن أن تساعد الأوروبيين على تخطي هذه الأزمة التي تدق أبوابها، التي تدق في الواقع أبواب الشتاء الأوروبي بشكل خطير؟ أظن أنهم يتمكنون، سيستطيعون من القيام بذلك، ونفس الأمر حصل عندما كان الناس مندهشين، عندما لو كنت قلت للناس أن الروس كانوا يسمحوا بالقمح الأوكراني بأن يرسل من أوداسا، من موانئ أوداسا إلى باقي أنحاء العالم، ولكنه حصل. لربما الآن نستطيع الجميع أن نخفف القليل من وطأة العقوبات من خلال هذه الجمعية دون أن يفقد أحد ماء وجهه. لاري، أتعتقد أن ثمت مؤشر آخر لفتني أمس، هو وصول الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية. ما هي الإمكانات التي يمكن أن تخرج بها زيارته إلى نيويورك؟ هل يمكن مثلا أن يحقق اختراق معين في مسألة الاتفاق النووي الدولي برأيك؟ هذا أحد الأمور الذي يمكن أن يطرح أيضا. هل ستسمح إيران لمنظمة الطاقة الذرية الدولية لأن تتحقق من نظام أو من برنامجها النووي؟ لم يكن جزءا من الصفقة، ولكن حتى الأوروبيين نفسهم الأسبوع الماضي قالوا لن نستمكن من المضي قدما بالاتفاق إلا إذا سمحتم بالمنظمة بأن تعود وتتحقق في إيران. لذا لربما من خلال هذه الاجتماعات الحاصلة في نيويورك يمكن أن يتحدث حول كيفية إيجاد طريق سيسمح بالتحقق، ولكن ليس بنفس النفاذ والتفاصيلية، ولكن سيسمح بوكالة الطاقة الذرية لتعود مجددا إلى إيران.
لاري كورب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، أشكرك. مشاهدينا، سنتابع تغطية أعمال الجمعية العمومية في دورتها 77 مباشرة من مدينة نيويورك.